دكتور ممكن حضرتك تعرف نفسك؟ انا دكتور ابو بكر عبد الوهاب محمد الحسن، استشاري الباطنه وامراض الكلى وتوجع الاعضاء، استاذ مشارك بجامعه كاري في الخرطوم. اهلا وسهلا دكتور، ايه راي حضرتك في اي اس ان تي 2018؟ والله هذا المؤتمر يتميز بانه يضم كل افرع ومجالات الكلى، فهو يعني شامل لكل التخصصات وبه الاشياء الاساسيه والحديثه وكل التطورات الحدث في مجال الكلى في السنين الاخيره. اوكي، وحضرتك قدمت البرزنتيشن بتاعت حضرتك كانت عن ايه؟ انا قدمت عن اسباب الفشل الكلوي الحاد في السودان. تمام، ممكن تقول لنا اكتر عن البرزنتيشن؟ هي طبعا الفتره السابقه في السودان ما كانش في تسجيل للمرضى بطريقه واضحه، بس بدأ في تسجيل واضح للمرضى وأعدادهم وأسباب القصور الكلوي الحاد أو المزمن. ولقينا أنه الأسباب الأساسية للقصور الكلوي الحاد في السودان اللي هي التسمم الدموي ونقص السوائل، وإذا كان هناك في قفل في بعض المسالك البولية. طبعا السودان مميز بأنه هو بلد المناطق الحارة، ففيه إصابات كثيرة جدا بالملاريا، بالإضافة إلى أنه وجود الصبغة الحنة، الناس طبعا بعض النساء الصبغة دي يتزينوا بها، واحد فيها تخلي الشعر لونه أسود أو في الجلد، طبعا فيها صبغة وهذه الصبغة سامة إلى الكلى. تمام، شكرا جدا لحضرتك.